الانالايز تخلص منه الكربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد يمشي في البلاد تخلص منه الرئتين ويتعمل. لكن افرض الرئتين بايظين، ها هيحصل تراكم للكربون دايوكسيد اللي كان المفروض يروح للنبض واللنج تبقى اكسبيد فيه، فبيحصل تراكم في الكربون دايوكسيد، الاتجاه هيمشي في الاتجاه مش كده. اما لو كان عندي ده انا اقدر اتخلص من الكربون دايوكسيد، الرياكشن هيمشي فين؟ في الاتجاه ده. طيب لو قدر الاتجاه ده ان حصل تراكم في الكربون دايوكسيد، واحد عنده انفيزيفا، واحد عنده لما بيشرب سجاير الرئتين بتاعته بايظه، عنده سي او بي دي اوبستراكتيف لانج بالمونري ديزيز، يعني مش قادر يتخلص من الكربون دايوكسيد، يبقى الرياكشن هيمشي في ايه؟ في الاتجاه. طب ولما يمشي في الاتجاه ده ايه اللي يحصل؟ هيحصل تحلل الايونيزيشن للكربونيك اسيد، فيروح يديني هيدروجين اين كتير يقوم يعمل اسيدوسيس، يروح يبني حموضه في الدم. وعشان كده كل الناس اللي عندها كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز عندهم اسيدوس، اللي بنسميها ريسبيراتوري اسيدوس بسبب الاكيوميليشن اوف كربون دايوكسيد. فاللي بيتحكم في الرياكشن يمشي كده ولا كده، انت هتتخلص منه ازاي؟ ماشي. سؤال تاني، انا ما عنديش حاجه اقولها، انا بس مع اسئلتكم وجاوب عليها. ها انتوا خدتوا الاسيد بيس بالانس وجال بلاد جاز، ها يعني ايه كومبنسيشن؟ تعويض. ده انا عوض، انا دلوقتي عندي حاجه ايه؟ الميتابوليك ديزيز كلها بتصب ايه؟ بتصب ايه في البلاد؟ بتصب اسيدز مش كده؟ وانا حارب الاسيدز دي ميتابوليكلي ازاي؟ ان انا ازود البايكربونات، ان انا البايكربونات تعالج لي الاسيدز مش كده ولا ايه؟ طيب لو انا واحد عنده دايابيتس، وبعدين الدايابيتس راح عامل له كيتون بوديز كتيره، ايه هم الكيتون بوديز؟ الاسيد واسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد، دول اسيد لما يتصبوا في البلاد يعملوا ايه؟ يعملوا اسيدوس، وبالتالي انهم كيتون بوديز، فبتسمي ده كيتو اسيدوس. طب البودي لو الواحد ده الاسيد زي ما عينت الكيتون بتوعه فلان، فبتحاول ايه؟ تتخلص تقلل البي اتش، لان انا يهمني جدا ان انا احافظ على البي اتش بين الرقمين اللي معروفين 7.35 ب 7.45. لو العمليه باظت عن كده كل الانزيمز اللي في البودي مش هتشتغل والفيتال بروسيس تقع، فانا عايز احافظ على البي اتش، فيبقى لازم ايه؟ لازم اعمل ايه؟ لازم اتخلص من مين؟ من الاتش ده، من هيدروجين اين. طيب لو الكيتين سولام هتقدر تتخلص لي من من من, من الهيدروجين اين اللي موجوده دي وتخلص لي منها مش كده؟ طيب بس هي ممكن ايه؟ بتعمل ايه هي؟ هي عندها البايكربونات بتوعها استهلكت، عايزه ترجع البايكربونات وعايز انقص الاسيد سايد. طب دلوقتي هو الاسيدوسيس الاسيد اللي في البودي بتزيد بايه؟ بحاجه من الاثنين، يا اما الهيدروجين اين كونسنتريشن يبقى عالي، او الكربون دايوكسيد اللي في البلد يبقى عالي مش كده؟ طيب لو انا دلوقتي مش قادر الكليتين بتوعي مفروض انها بتعمل كومبنسيشن انها تحافظ لي، ملهاش دعوه بالكربون دايوكسيد، ليها دعوه بالبايكربونيل، انها تعمل ريجنريشن للبايكربونيل، بس مش قادر استهلكت خلاص. طب البايكربونات عمال ينزل، فطب الوظيفه ان انا احافظ على البي اتش ان انا اعمل ايه؟ ان انا اطرد ايه؟ السي او 2. طب اطرد السي او 2 ازاي؟ بنعمل هايبر فنتليشن، نخش بقى في الكوسمال ريسبيريشن. ايه هو الكوسمال ريسبيريشن؟ الديب اند رابت، يعني ايه ديب؟ كده ورابت، عشان اقدر اطرد اكبر كميه ايه؟ مش شالو وسلو، لا ديب اند رابت ريسبيريشن، اقدر اطرد اكبر كميه من الكربون دايوكسيد. لو طردت اكبر كميه من الكربون دايوكسيد ايه اللي هيحصل للهيدروجين؟ هتنزل على طول الهيدروجين اين كونسنتريشن، وبالتالي دي بتسميها كومبنسيشن. طب مين اللي عمل كومبنسيشن؟ الكدني ولا اللنج؟ اللنج. فبنسمي دي ايه؟ ريسبيراتوري كومبنسيشن او لنج كومبنسيشن خلاص. طب وهل الكدني ممكن تعمل كومبنسيشن؟ اه تعمل كومبنسيشن في اي حالات؟ لما تكون المشكله في الريسبيراتوري، عندي اكيميليشن هنا للسي او 2 زي ما بتقول السي عمال يعلى، فهي تعمل ايه؟ تحاول تعمل ايه؟ تزود البايكربونات. طب تزود البايكربونات ازاي؟ تعمل ريكفري للبايكربونات اللي بينزل في الرينال تيوب، بتعمل انكريز الرينال تيوب للري ابزوربشن، هتخلي ما فيش ولا نقطه تنزل في قلب الايه لما تاخدها ترجعها مره ثانيه للبلاد، تمام؟ تزود على قدر ما تقدر اكسكريشن للهيدروجين، عشان كده بتعمل اسمه يبقى ده اسمه ايه؟ رينال كومبنسيشن. مين اللي اسرع؟ الريسبيراتوري كومبنسيشن. الريسبيراتوري في ثانيه واحده اقدر اعمله مش كده؟ طيب نعم؟ لا تبخر ولا بايكربونات.
لا لا انا بتكلم عن الكومبنسيشن طبعا الريسبيراتوري كومبنسيشن اسرع بكتير قوي. طيب ماذا بعد؟ زاد السي او 2 27 ليش؟ الهيدروجين هيرتفع ولا 100%؟ ايوه هيرتفع. اهو ما انت خلي لو السي او 2 حصل ليه اكوميوليشن الرياكشن ده ريفيرسبل على فكره، يمشي كده او يمشي كده، هيمشي في اتجاه ده، ولما يمشي في اتجاه ده يحصل ايونايزيشن يقوم الايه الهيدروجين ايون كونسنتريشن يقوم يعلى رفع مش كده؟ بسبب ان الرياكشن ماشي في هذا الاتجاه فتقوم تزيد الاسيمتري. نعم مال السي او 2 اصلا احنا بنقيسه بالبريشر لانه جاز، فالبريشر بتاعه بنقيسه يا اما بالمري مين مري ملي متر مركري او بنقيسه بالكيلو باسكال يونت. خلاص واجهزه كتير بتكتبه يا اما بالملي بلاد جاز انالايزر يا بتكتبه بالملي متر مركري او بالبلاد جاز بالكيلو باسكال يونت. ماذا بعد؟ لو سي او 2 ناقص يعني يعني عندك هايبر فنتليشن مش كده؟ بيسال سؤال كويس جدا، لما سي او 2 يبقى ناقص وغالبا ما بتحصل في هايبر فنتليشن العمليه دي خلاص هخش في اسيدوس ولا الكالوزس؟ الكالوزس. وده ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ ريسبيراتوري. ده اقل حاله بيحصل لها كومبنسيشن. خلاص عمرنا ما بنشوف كومبنسيشن ريسبيراتوري الكلوزس. ليه؟ لانها معظمها ترانزيت. ازاي يعني؟ ازاي واحد امتى يجيله ان السي او 2 يبقى واطي؟ يبقى معنى كده عنده هايبر فنتليشن. بتحصل امتى دي؟ الهايبر فنتليشن لما واحد يكون عنده ورم في المخ مثلا سيل وعمال بيضغط على الريسبيراتوري سنتر وعمال ايه يعمل كده. خلاص دي قليله قوي. لكن بتحصل لو حصل انوكسيا مؤقته في التيشو والانوكسيا عملت استيميوليشن للريسبيراتوري سنتر ودي برده قليله قوي. لكن اكبر سبب ليها ان الهايبر فنتليشن ده بنشوفها امتى؟ احنا بنشوفها لما واحد يتنرفز ويتخانق. تلاقي واحد ايه قاعد بيتكلم مع واحد ومره واحده يا انا قلت لك كده اتخن لها انا ما عملتش كده ايه الكلام الفاضي ده انتوا مش عارف ايه وايه وايه وبعدين مره واحده قلبي وراح وقع على الارض بقى عليه. مش بتحصل في التمثيليات؟ ها هو ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل له؟ هو ما كانش قلبه ولا حاجه، هو حصل له ريسبيراتوري الكلوزس بسبب الهايبر وهو عمال يتخانق. ها كل ده بيعمل له هايبر فنتيليشن طرد كل السي او 2 فدخل في ريسبيراتوري الكلوزس. فصعب قوي انك تيجي تفتح هتعمل كومبنسيشن. ها فعشان كده بتبص تلاقي العمليه بتروح. طبعا وقوعه على الارض هو ده اللي بيحميه على فكره لانه هيبطل. ها لما هو بقى هيبطل كلام ويقوم عليه وكده يهوى عليه الكلام الفاضي. ماذا بعد؟ ها ما الهرمون سنسيتيف لايبيز من اسمه كده ايه؟ ده فين هذا الانزيم الموجود فين؟ في الاديبوس تيشو بس كده. طيب هرمون سنسيتيف لايبيز يعني قاعد تحت رحمه هرمونات بتشتغل عليه بتقول بيشتغل زي ايه؟ جلوكاجون الادرينالين. ها كده والانسولين يعمل له انهيبيشن ولا يزوده؟ يعمل له انهيبيشن. طب يبقى ايه وظيفته بقى بالاسم كده هرمون سنسيتيف لايبيز؟ هو كلمة لايبيز ادي ترايجلسرايد اهو في ثلاثة فاتي اسيد كده يقوم الهرمون سنسيتيف لايبيز يجي ايه يروح كاسر دول كده يطلع ده الجليسرول وده فاتي اسيد. طب الفاتي اسيد هيروح فين؟ يروح يخش في البيتا اوستيشن. طب يبقى امتى الهرمون سنسيتيف لايبيز ده هيشتغل؟ لو انا عايز اكسر الفات اللي بتحوش جوه الجسم عشان استغله واخد منه طاقه مش كده؟ وطب وامتى اعمل له انهيبيشن؟ لو انا عايز ادخن واعمل ترايجلسرايد وبتاع. طب الانسولين انابوليك ولا كاتابوليك؟ الانسولين يخسس ولا ينقص ولا ها؟ يعني لما تقعد تاخد انسولين كتير 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 تدخن ولا تهيل؟ تدخن. فالهرمون سيكس بلايز هيبقى انهيبيتد ولا ستيميوليتد؟ انهيبيتد مش كده؟ طيب وبالتالي وفي حاله الفاستنج الجلوكاجون والادرينالين هيفرزوا فيقوم الهرمون سيستيف لايبيز يشتغل تقوم الفاتي اسيد يشتغل. عشان كده برضه بنقول ايه؟ الرياضه والصيام بين الوجبات احسن حاجه تحافظ على وزن الجسم. ليه؟ الصيام بين الوجبات بيخلي الجلوكاجون يتفرز فيقوم ايه؟ الهرمون سيستيف لايبيز يشتغل فتقوم الدهون المتراكمه عندك في البطن والاديبوس تتحلل وتتحرق مش كده؟
طب والرياضه، الرياضه بتفرز فيها ايه؟ بتفرز فيها الادرينالين، والدور ادرينالين لما تعمل اكسرسايز يقوم يشتغل هرمون سنسيف لايبيز، فتقوم ايه اللي يحصل؟ برده نفس الحكايه، لما تمشي كل يوم تلت ساعه ال 25 دقيقه ال 45 دقيقه يوميا تلاقي وزنك زي الفل ما يزيدش. طب ولو عايز تخس تزود شويه مشي يوميا هتلاقي نفسك بتخس، لان هنا انت بتشغل مين؟ الهرمون سنسيف لايبيز. ماذا بعد؟ نعم نخش في جلوكونيزيس حول الى جلوكوز. اللايبوبروتين لايبيز، ايه الفرق بين الهرمون سنسيتيف لايبيز واللايبوبروتين لايبيز؟ هذا يشتغل بلايبوبروتين واحد. هو ايه هي اللايبوبروتين؟ اللايبوبروتين عباره عن بروتين شايل عليه فات، مش كده؟ ممكن الفات ده يبقى ترايجلسرايد، ممكن يبقى الفات ده يبقى الكوليسترول، ممكن يبقى فوسفوليبيد. فاللايبوبروتين لايبيز هو الهرمون اللي بيكسر اللايبوبروتين يخليه يسيب الفات اللي فيه، وده بيشتغل في الليفر وفي المناطق دي عشان يبتدي يحصل ميتابوليزيشن للايه؟ لللايبوبروتين اللي احنا بنتكلم عنه. مش اللايبوبروتينيميا، الهايبر لايبوبروتينيميا. الهايبر لايبوبروتينيميا لها انواع كتيره من الامراض دي، ودي بتكون فيها النوع مثلا الاولاني هو ايه؟ هم اللايبوبروتين الاول، اللايبوبروتين ها في حاجه اسمها اللو دينستي لايبوبروتين، وفي حاجه اسمها الهاي دينستي لايبوبروتين، وحاجه اسمها الفيري لو دينستي لايبوبروتين، وفي الكايلو مايكرو، مش كده؟ فالهايبر لايبوبروتينيميا انواع معينه من الامراض بتنتج من نقص انزيمات او كارير معينه بينتج عنها زياده في حاجه من دول، يعني مثلا واحد يكون بيزيد فيه الكايلو مايكروم بس، او واحد يكون بيزيد فيه البيتا لايبوبروتين، واحد يكون بيزيد فيه البيتا والالف، واحد يكون بيزيد فيه الكايلو مايكروم والترايجلسرايد والفيري لو دينستي لايبوبروتين. فكل واحد حسب الديفكت فين. اشهر نوع تايب 2 وتايب 3. التايب 2 والتايب 3 المشكله كلها في نقص اللو دينستي لايبوبروتين ريسبتور. فاللو دينستي مش عارفه تشتغل. طب اللو دينستي بتشيل منين؟ بتشيل الكوليسترول الوحش، مش كده؟ الكوليسترول الوحش، فهو يتراكم عندي الكوليسترول اللي مش كويس اللي هو اللو دينستي لايبوبروتين كوليسترول، ويترسب في الشرايين. فمعظم العيانين بتوع التايب 2 والتايب 3 سواء كانت اكواير او فاميليار الاثنين دول لايبل نجي لهم مايوكارديال انفاركشن كاسل سكلوز. اما التايب 1 والتايب 5 الحاجات اللي بتزيد فيهم الكايلو مايكرو مودول سهلين، يعني ما فيش فيهم مشكله كبيره قوي، هتاخدوهم في السنه الرابعه ان شاء الله. ولا بقاش في رابعه ولا ثالثه، الله اعلم اللي يحصل معاكم بعد كده. الناس اللي بتقول في كلينيكال بايو كيمستري الله اعلم هتاخدوهم فين حسب السكه اللي هتمشي. الاس جي بي الجلوكوز ترانس امينيز جلوكوز ترانسبورتر 1. يعني ايه جلوكوز ترانسبورتر 1؟ ده الليون بتاع الكاسترونستان الكاك ودي خليه وده البلاد. عايز امتص جلوكوز، الجلوكوز ادخلها جوه الخليه، مش كده؟ عشان امتصها. الجلوكوز ده لو ممكن يمتص الا في وجود ايه؟ اي تي بي، عشان يتحول الى جلوكوز 6 فوسفين، مش كده؟ عشان يخش هنا. لكن للاسف كمان في بروتين كارير بيشيله يدخله جوه الخليه، والبروتين كارير ده مش بيشيل الجلوكوز بس، بيشيل معاه اثنين جلوكوز من الصوديوم، يعني نفس الكارير الاتوبيس اللي بيشيل الجلوكوز بيشيل معاه الصوديوم. خلاص؟ طيب والطاقه اللي بتتفرز هنا علشان خاطر ايه؟ ازق الجلوكوز اللي جوه ده. هذا الكارير اسمه ايه بقى؟ جلوكوز ترانسبورتر 1 اللي هو بيدخل لي الجلوكوز من هنا لجوه الخليه. طيب بعد كده الجلوكوز دوت علشان بعد كده الفوسفيت بيسيب الفوسفيت بتاعته ويتحول الى جلوكوز يونتس علشان يقدر يروح للبلاد. البلاد بتاعنا ما فيهوش جلوكوز 6 فوسفيت بلاد، ها؟ يعني لازم البلاد اللي فيه جلوكوز بس. فلو كان ده جلوكوز 6 فوسفيت هيسيب الفوسفات ويتحول الى ايه؟ جلوكوز.
طب الجلوكوز ده عايز يعدي ويخش جوه الايه البلاط. هنا بقى في ترانسبورتر اسمه ايه بقى الجلوكوز ترانسبورتر 2 رقم 2 هو ده اللي بيدخله هنا خلاص جوه الخليه هو داخل بيحول الجلوكوزيك الفوسفات بتاعه لا ده فوسفاتيز فوسفاتيز انزيم تاني جلوكوكايديز لكن انا عشان اخلع الفوسفاتا الفوسفاتيز انزيم فالانزيم الجلوتو ده هنا هو ده اللي بيدخل لي ايه بيدخل لي الجلوكوز فين بيدخل له جوه البلاد عشان يروح للبلاد خلاص طيب اما الجلوكوز اللي هو الجلوكوز ترانسفير فور ده واقف بقى من البلاد ادي الجلوكوز بقى ماشي في البلاد هنا وراح على الادبوز تيشو وعلى المسل خلاص عشان يخش جوه الادبوز تيشو والمسلز هنا فيه جلوكوز ترانسبورتر فور وده هرمون سينستيف الاثنين دول ما لهمش دعوه باي هرمون سينستيف خلاص لكن ده هرمون سينستيف ده هرمون سينستيف لمين الانسولين اللي هو الجلوكوز ترانسبورت 4 يبقى ده بياخد من بتاعه من البلاد يدخله جوه ايه جوه الخلايا جوه الادبوز تيشو نعم هنا جلوكوكاينيز لا جلوكوكاينيز ويتشال بالفوسفاتيز او هيكسوكاينيز الاثنين يشتغلوا دي رحمة ربنا بيسأل سؤال ممتاز بيقول ليه الليفر ليه ربنا ما خلاش دخول البتاع في الليفر في الانسولين لان مش لو معنى كده ان كان كل العيانين اللي هيجيلهم دايابيتس من ليتس مكانها هيموت لان الجلوكوز اللي انت هتاخده مش هيخش جوه الليفر ولا يتخزن ولا يحصل له اي حاجه لما معهوش انسولين كان هيموت من اول ما صح خالص الباسيف دي بلاد جلوكوز اللي موجود هنا اللي في البلاد عشان يخش الاديبوس تيشو والمصل عايز انسولين عشان يتحكم فيه لكن عشان يخش المخ ولا الليفر ولا الار بي سي ما كنتش عايز انسولين عايز يخش لوحده بس على حسب الكونسنتريشن جريدينت عشان كده مش هسيب انا راح البوسخه تحت رحمه الانسولين عالي ولا واطي لو جالي واحد جاله دايابيتس مات مخه دخل في نيورو ليني وبعدين انا الهدف انا عملت ربنا خلق الليفر ليه؟ خلق الليفر علشان ياخد الجلوكوز اللي انت كاتبه مره واحده ويروح مخزنه وبعدين بعد كده اخر حاجه في اكسره زينه زينه فخليك اعترف بالانسولين ازاي بقى؟ عشان تعرف ان ربنا لن يخلق شيئا عبثا كل شيء خلق بمقدار نعم انا عايز واحد يقلف اكتسب هو ايه هو قال ايه بتحب ليه دب طيب كن ايه وعنده دايابيتس خلاص
يعني هو مين البري دايابيتك؟ مين اللي عنده تاخد ستادي السنه؟ اه عشان كده طيب الناس اللي مع كل الناس التخان بيبقوا في بعد سن ال40 بيبقوا لايبل قوي ان يجيلهم دايابيتس، بيبقى بري دايابيتك خلاص. ليه بقى؟ لان الدهون دي بتيجي على الريسبتورز وتعمل لها ماسك، يعني الانسولين بيشتغل على الريسبتور. ده انا هنا عشان احط التكييف ده مش على الزرار ده بس، مش هقدر اقفل الاجهزه مجرد ان احط ايدي على الزرار ده بطفى التكييف، مش كده؟ ده ريسبتور. الانسولين بيعمل نفس الشغله بتاعته على ريسبتور. لو انا واحد تخين خلاص وعمال ياكل دهون و و و احتياجاته للانسولين كتير جدا، نستهلك الانسولين وتصنيع الدهون دي كلها، وفي نفس الوقت الدهون دي بتيجي وتروح عامله ايه؟ ماسكينج للايه؟ للريسبتور. يجي الانسولين من بره يجي يشتغل مش عارف يشتغل خلاص. فعشان كده بقول للناس ايه، كل الاوفر ويت بعد سن ال40 دايابل تو بي دايابيتك. الراجل ده بقى لما يبقى دايابيتك هكتشف ان انا هو دايابيتك وهو ايه سنين، السمنه هي سبب الدايابيتس صح. لكن لو قعد دايابيتك وهو مش واخد باله وبتاعه جالي بعد خمس سنين هلاقيه سمين برضو؟ لا. ايه اللي هيحصل له بقى؟ زي مثلا التايب 1 دايابيتك. التايب 1 دايابيتك ده ما عندوش ريسبتور، مش مشكلته بالريسبتور، مشكلته انه ما فيش انسولين خالص. لا يمكن الاقي واحد تايب 1 دايابيتك سنين ما عندوش انسولين خالص، كده صعب. ومش السمنه هي السبب، ده اتولد بايه؟ بانه ما عندوش انسولين خلاص. فايه اللي هيحصل؟ لازم هيكون يفقد وزنه. يفقد وزنه ليه؟ لان ما فيش اللايبوبروتين لايبيز دوت ماله انهيبيتد، فعمال ما ولا ستيميوليتد ها ستيميوليتد بسبب عدم وجود الانسولين، فعمال يحرق الدهون اللي فيه. وفي نفس الوقت جلوكونيوجينيسيس طالما ما فيش انسولين عكس الهرمونات اللي بتعمل الاكشن ضد الانسولين زي الكورتيزون والادرينالين والجلوكاجون مطلقه الثراء، فعمالة تعمل جلوكونيوجينيسيس. وايه هو الجلوكونيوجينيسيس؟ ان انا احرق النون كربوهيدرات سبستانس واحولها الى ايه؟ جلوكوز. زي ايه؟ اخرتها الكربون سكيلتون بتاع الامينو اسيد. فالعيان ده مش بيجور بس على الدهون بتاعته، ده لما بعد يخلص على الدهون بيخش على الماسلز بتاعته، زي اللي ايه اللي قاعد في قلب الصحراء وقاعد في خيمه ولقى حطب وعايز وردان جدا عايز يدفي نفسه، فبيولع في الحطب. طب الحطب اللي قدامه خلص، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هياخد الخيمه نفسها يولع فيها، مش كده؟ فبرضه الجسم بتاعنا لو ما لقاش الفات هيخلص على مين؟ هيخش يعمل الجلوكونيوجينيسيس، يبتدي يعمل في البروتين. فكل النجليكتد دايابيتكس ار ثين بيرسون، لان انا اللايبولوس الشغال على ويندو مفيش فات اسيد اوكسجين. التخان اللي بنلاقيهم دول بيكون في الاول، بيكون التخنيه دي هي سبب اللي عملته، بتبقى غالبا في التايب 2 دايابيتس. اخوكم ده قال كلمه كويسه، ان في بعض الاحيان بلاقي المشكله ان عند الدايابيتس ان مش حكايه نقص افراز الانسولين في التايب 2 بالذات، لا المشكله في الريسبتور بايظ، فبيبقى عنده انسولين كتير خلاص. فالانسولين الكتير دوت هو اللي بيخلي الراجل ده في بعض الاحيان الاقي عنده الدهون كويسه، لان الفات اسيد سينسيس معدله هيزيد شويه خلاص. ماذا بعد؟ وات ايلس؟ ايش الفرق بين ال ال تي جي بي تي وال اي اس تي جي بي تي؟ مفيش حاجه اسمها ال ال تي جي بي تي. ال ال تي هو ال جي بي تي، هو اذا ال ال جي الجي بي تي جنرال الفورمولا بتاع امينو اسيد، وده كيتو اسيد. مش دي جنرال الفورمولا بتاع كيتو اسيد؟ اي امينو اسيد
مع الالفا امينو اسيد ممكن يحصل لهم ترانس امينيشن. يعني ايه ترانس امينيشن؟ يعني تنقل الامينو جروب دي توديها مكان الكيتو وتجيب الكيتو مكان ايه؟ الامينو. دي اسمها ترانس امينيشن. ده في ايده كيتو جروب اللي هي دي، وده في ايده ايه بقى؟ بالامينو جروب. ده طالما ان بقت في ايده امينو جروب بقى امينو اسيد، وده طالما ان في ايده الكيتو جروب بقى ايه؟ بقى الفا كيتو اسيد، صح؟ طب لو عملت كده ايه اللي حصل؟ الكاربون سكيلتون بتاع الامينو بقى الفا كيتو اسيد، وده بقى ايه؟ امينو اسيد. اللي بيعمل العمليه دي انزيم اسمه ترانس امينيز انزيم، وده ريفرسبل. ها؟ يعني يعمل العمليه يا كده يا في اتجاه ده، يبقى في اتجاه ده اكثر مين اللي موجود اكتر، خلاص؟ ومعاه انهي فيتامين؟ فيتامين بي 6 البيروكسال فوسفيت از كو ترانس امينيز انزيم، لازم يبقى موجود هنا، خلاص؟ الترانس امينيز سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني ده ادي ار 1 وده مثلا ار 2، هيبقى ده الار 1 اللي بقى الفا كيتو اسيد بعد العمليه ديت كده، والار 2 دي هيتحول لايه؟ امينو اسيد ار 2، وهتبقى دي كده اهو سي اتش ان اتش 2 سي او اتش. يعني ايه؟ يعني الفا كيتو اسيد بقى امينو اسيد، والالفا والامينو اسيد بقى ايه؟ الفا كيتو اسيد. بقى ليه انزيم؟ ترانس امينيز. هنا بقى اسم الترانس امينيز بيتسمى على حسب الامينو اسيد والكيتو اسيد، خلاص؟ يعني لو انا اخدت الالانين امينو اسيد مع الالفا كيتو بيوتيريك اسيد، ايه اللي هيحصل؟ الالانين هتشال منه الكربوكسيل جروب دي، فيقوم يتحول لايه؟ الالانين ده هو كان هنا كمان في المنظر كده ان اتش 2 ولا سي اتش 2، خلاص؟ دي كانت في المنظر ده سي اتش 3. لو شفته كده هتبقى دي ايه؟ سي اتش 3. خلي بالك الالانين هنا تحول لايه بقى؟ ايه ده؟ بيروفيك اسيد. لما انا شفت من الالانين ها الامينو جروب بيتحول لمين؟ طب والالفا كيتو جلوتاميك اسيد هيتحول لايه؟ جلوتاميك اسيد، خلاص؟ فهتبص تلاقي الالفا كيتو جلوتاميك اسيد هيتحول هنا، ده بقى ده بيروفيك اسيد. فهمتني ولا انا بقول خلاص؟ وده جلوتاميك اسيد. طيب خلي بالكوا بقى الانزيم اسميه ايه بقى؟ ها؟ طب لا ما اسميه ايه؟ لو انا عندي جلوتاميك اسيد كتير كتير وبيروفيك اسيد كتير، ها؟ بيروفيك اسيد جاي لي من اوكسيديشن اوف جلوكوز، جلوتاميك اسيد كتير وبيروفيك اسيد كتير، الرياكشن مش يمشي في الاتجاه ده؟ ها؟ فهسميه ايه؟ اسميه جليوتاميك بايروفيك، لان ده على الجليوتاميك والبايروفيك ترانس امينيز، يبقى اسمه ايه بقى؟ جي بي تي. جليوتاميك بايروفيك ترانس امينيز، خلاص؟ طيب اداني ايه؟ الالانين ها؟ والالفا كيتو جليوتاميك اسيد. فكانوا زمان بيسموا هذا الانزيم بجي بي تي، وكنا لما يطلع وكان موجود بكثره في كل التشف بس كتير جدا جوه الليفر، بحيث لما كان الليفر يحصل له اي انفلاميشن يهرب من خلايا الليفر ويظهر في البلاط، فيظهر كتير قوي في البلاط. فانا لما اخد عينه سيرم واقيسه الاقيه عالي جدا. فكنا في بعض الاحيان نعمل اختبار بنسميه اس جي بي تي، هتلاقي اختبارات في الكيمياء كده مكتوب الايه؟ اس جي بي تي زائد اس جي بي تي ناقص اس، مقصود بيها ايه؟ السيرم جلوتاميك بايروفيك ترانس امينيز، خلاص؟ جت بعد كده قال لك ايه؟ الرياكشن ده ما بيمشيش في الاتجاه ده كتير، ده الاتجاه ده بيمشي من ان انا باخد الالانين مع الالفا كيتو جلوتاميك اسيد واحوله البايروفيك عشان احرقه، ها؟ في الجريف سايكل. فالاتجاه معظم الرياكشن الاتجاه ماشي في الاتجاه ده من هنا لهنا، مش ماشي في الاتجاه ده كده، خلاص؟ فقالوا ايه؟ ما تيجي نسميه الانين ترانس امينيز، ها؟ فهم راحوا مسمينه الانين ترانس امينيز اي ال تي. يبقى الاس الجديد بتاع الجي بي تي ايه؟ الاي بي تي. يبقى الجي بي تي هو الايه؟ الاي بي تي. زمان كانوا بيسموه جي بي تي بس على اساس ان هو بالتفاعل ده الاشهر البيروفيك مع الجلوتاميك اسيد، فسموه جلوتاميك بيروفيك ترانس امينيز، خلاص؟ وراح مديني الالانين ومديني ايه كمان؟ الالفا كيتو جلوتاميك اسيد. هم لقوا ان الاتجاه معظم الاتجاه موجود في الاتجاه ده فسموه الانين ترانس امينيز. ليه الالانين سايكل؟ ها؟ ليه الالانين سايكل؟ طيب
طيب في انزيم ثالث انا ممكن بقى يبقى عندي ايه ال الالفا كيتو جلوتاريك اسيد بيتفاعل مع انهي بروتين مع الاسبارتيك اسيد من الاسبارتيك اسيد واحد من الاحماض الامينيه اللي مشهوره فممكن تلاقي الاسبارتيك اسيد ده بينفعل بالترانس امينيشن مش كده فيقوم هيديني ايه هيديني الاوكسالو اسيتيك اسيد الاسبارتيك اسيد لما يتشال منه الامين جروب بتاعته هيديني الاوكسالو اسيتيك اسيد لان الاسبارتيك اسيد واحد من البريكر من شركه اسيد عامل كده مش كده فيقوم يديني الاوكسالو اسيتيك اسيد فيبقى ده اسمه ايه بقى هنا الاوكسالو اسيتيك اسيد فبرضه كانوا زمان وهذا الانزيم برضه موجود في الليفر وموجود جوه الميتوكوندريا بتاعه الليفر بكميات كبيره وموجوده في الار بي سي وموجود في الكاردياك ماسل خلاص دي اماكن تواجده غير الايه اللي فيه فكانوا بيسموه زمان هذا الانزيم الجي جلوتاميك اوكسال اسيتيك ترانس امينيز فكانوا بيسموه ايه بقى جي او تي وبرضه لما يقيسوا في السيرم بيبقى اس جي او تي ها اسمه جلوتاميك اوكسال اسيتيك ترانس امينيز طب اسمه لا برضه الرياكشن بيمشي من ايه اكتر من اسبارتيك ها بالاوكسال اسيتيك طب راحوا مسميه ايه اسبارتيت ترانس امينيز اللي هو الاي اس بي صح كلام يبقى جي بي تي هو الاي تي والجي او تي هو الاي اس تي ايه الفرق بقى بين الاثنين الاي ال تي الاي ال تي موجود في عدد كبير جدا من الخلايا بس موجود في السيتوبلازم بتاع الخليه وكتير بكتر قوي في الليفر طب السيتوبلازم بتاع الخليه عشان يهرب للبلاد لازم ايه الخليه تكون حتى تستند اي تعب في الخليه خفيف شايف انفلاميشن بتاعها يخرجوا ايه الاي ال تي بره كميات كبيره خلاص اما الاي اس تي موجود جوه الميتوكوندريا خلاص بكميات موجود في السيتوبلازم والميتوكوندريا بس اكتر جوه الميتوكوندريا عشان يطلع بره في البلاد لازم الخليه يحصل لها ايه تبقى ديستراكتد يعني الميتوكوندريا بتاعتها مش مجرد انها انفليب لا تكون الخليه كمان ابتدت تتكسر عشان تطلع بره الميتوكوندريا لكن والاي اس تي بيختلف عن الاي ال تي انه موجود في اماكن معينه بتكسر اللي هي جوه الار بي سيز وبرده موجود في الليفر وموجود في الكارديو ماسلز عشان كده اي حاله هيموليسيس بترفع لك اي اس تي ما ترفعش الاي ال تي كتير خلاص الدكتور اصبرت فرص منها موجود في الماتريال طب خريج طب موجود في الاثنين لكن في السي في الماتريال ولكن جوه الار بي سي موجود جوه الار بي سي في الماتريال ها